بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم متابعين سناب منطقة اهل الحلال. جولتنا الان في سوق القمة على طريق استيدا، اليوم السبت الموافق 30/2/1442. حياكم الله، تابعونا. السوم الآن 1090، كلها طليان، أعمارها تقريبا من 5 شهور. هذه كلها أرخال، أعمارها تقريبا 3 شهور، راحت من 800 ما شاء الله. هذه كلها طليان، راحت من 1050، أعمارها تقريبا 6 شهور. بارك الله المنبع اشتري. هذه طليان فيها رخل واحدة، راحت من 930، أعمارها تقريبا 4 شهور. هذه كلها طليان، أعمارها تقريبا 3 شهور وفوق. السوم الآن 880. هذه كلها طليان، أعمارها تقريبا 5 شهور وفوق، راحت من 1080. الحرج احمد الجهيد، ألف وتسعمية وستين.
كيف نسوي. والله طيب. ما اللي يزيدون؟ أنت ما تزيد. أنا مرة جاء كرب الله رجعت. قل الله. تعرف نشوف بتجاه. أنا يا حرام تنصبر. ألفين ريال يا شباب. على 100 على 20 تسنون يا راعيها شكل حطين 1120 1120 1120 ادعي لك 1120 8000 ريال اخلص على 100 منصور على 200 يا عمي على 200 على 8200 على 8200 مرة أعطينا بارك الحوش على يربح يا شيخ يا نياف يربح ثني مسلوب السوم الآن 8200 200 من وعمي سجلها 1220 40-60 عدل لا أخلص 80-300 قفل 1300 حد اللي شف حد اللي خاطر شرد صافي على الله شرد صافي على الله شرد صافي اقفل الحراج اخلص 1320 شرد صافي على الله اخلص 1300 الله يبارك للبايع والمشتري. ايه ايه ما بال انا ادور عندي 65 الربع مره 20 راس يا عمي 17 منهم حلالك والله ما عندك الا 200 بشر 200 عمي سبع صافي منهم بشر 200 يا شيخ عمي سبع صافي منهم بشر 200 منهم عمي سبع صافي منهم 610 هذه الغنم سواكن عددها 10 تحتها 9 السوم من 1160 فهمها طيب ما شاء الله تبارك الله وهي طيب